بالدورة الرابعة لجائزة الأديبة الدكتورة سعدية العدل في مسابقة أدب الطفل وتكريم الفائزين. وأنا في الحقيقة ممتن جدا لدعوتها الكريمة وأشكرها وأرى أمامي الوجوه التي يحبها فضلا وكرما. الحقيقة أنا أيضا أرتاح على المستوى الإنساني وعلى المستوى النفسي والفكري في حضور أي نتفع عمليات للدكتورة سعدية العدلي، لأنها تحاط بالإخلاص وبالحب وبالاحترام وبالتقدير. الحمد لله أنني استطعت أن ألحق بهذه الاحتفالية التي انتظرتها طويلا، وأشكر الدكتورة سعدية العدلي على إقامة هذه الاحتفالية، وأشكركم وأهنئكم الدكتورة سعدية العدلي لنجاح هذه الاحتفالية، وأحيي الحضور الكرام، وشكرا لكم والسلام عليكم.